السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس العاشر السكون. أخذنا اللي هو حروف القلقلة. الحين حاخد حرفي الشدة والهمس، شديد ومهموس في نفس الوقت. طيب شو هي؟ التاء والكاف. التاء والكاف حروف شديدة مهموسة في حال السكون. طيب همزة فتحة تاء سكون ات، همزة كسرة تاء سكون ات ات ات، همزة ضمة تاء سكون ات 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 ات. ملاحظين انه الهمس ما فيش فيه سين، ما بقولش ات ات ت، خطا ات ت ت. الهواء بيطلع من مخرج التاء من فوق لتحت بس. الكاف نفس الشيء، طبعا الكاف مش كاتبينها هم في الدرس، احنا بنجيبها مش مشكله. كاف تعامل نفس معامله التاء، هنقول همزه فتحه كاف سكون ات، همزة كسرة تاء سكون همزة كسرة كاف سكون إك أك إك، همزة ضمة كاف سكون أك أك إك أك. طيب إيش اللي بنعمله هنا؟ بأجيب شدة الحرف بعدين بأجيب الهمس، يتتابعوا يتتابعوا. وهذا كله أنا شرحته في إتقان الحروف، ارجعوا له لو سمحتوا، انا حطاه تحت لينك اللي هو القاعدة الذهبية اتقان الحروف. عندك التاء والكاف، بنجيب شدة وبعدين بنجيب همس. اك ات، والهمس خالي من السين، ما فيش فيه سين، فتنتبهوا كتير كتير. ات ات ات، وعلى وضع الساكن بتجيب التاء. والكاف نفس الشيء، أك إك أك. واضح؟ تمام. هنا حتتعلموا تثبيت الحرف. الحروف كلها ثابتة في الحرف الساكن ما عدا المقلقل، في نفس المخرج بأقلقله بحركه أب أب، لكن الحروف الثانية كلها لازم أثبت الحرف. من أساسيات لفظ الساكن تثبيت الحرف. أك هيني ثبتته، أك نفس الشيء التاء، أت ثبتته أولا بعدين أعطيت الصفات الثانية. تثبيت الساكن مهم جدا. طبعا كل ساكن له زمن، ارجعوا لي الشدة والتوسط والرخاوة افهموها عشان تفهموا إيش أنا بحكي في هذا الدرس. إلى اللقاء، مع السلامة.